وسوق الانتقالات الضعيف مباشرة مع زميل الصحفي محمد عراقي الصحفي الرياضي في جريدة الأيام. صباح الخير محمد. صباح الخير، تحياتي، يسعد صباحكم وصباح الطاقم وجميع المشاهدين والمستمعين ان شاء الله. اهلا وسهلا بك. يعني اذا اردنا ان نتحدث حول ملخص عام للوضع العام بالنسبه للانديه، ولماذا الاستعدادات هي الاخرى بطيئه وسوق الانتقالات ضعيف لهذا الموسم؟ نعم، حقيقه بعد انجاز اتحاد كره القدم واستكماله يعني الموسم بصعوبه الموسم الماضي، طبعا احنا الوطن بمر بظروف صعبه، يعني في مثل هذا الوقت من كل سنه عاده ما تكون الانديه الرياضيه في قمه نشاطها من خلال التعاقدات الصيفيه في السوق الصيفي او من خلال بدايه فتره الاعداد للموسم الجديد، لكن لعده ظروف الوضع بطيء جدا، في غموض. طبعا رقم واحد الوضع الوبائي في فلسطين صعب، يعني حتى الاتحاد عندما استكمل الدوري ما كان الوضع هيك، بنشوف كيف الاصابات في المئات. الله يسلمنا ويسلم فلسطين واهلها ويسلم الجميع ان شاء الله. طبعا الحاله الوبائيه صعبه تفرض على الاتحاد الانتظار، عشان هيك اتحاد كره القدم لغايه الان لم يعلن الاجنده الرسميه تبعته للموسم الجديد من خلال مواعيد انطلاق البطولات الرسميه واهمها دور المحترفين ودور الاحتراف الجزئي والبطولات الاخرى، لانه بينتظر كيف بدها تتفاعل وتكون الحاله الوبائيه خلال الاشهر المقبله. كمان في عوامل اخرى زي انه احنا بانتظارنا في شهر 9 حسب المقرر انتخابات جديده لاتحاد كره القدم. الاتحاد كل الانتخابات هاي كل 4 سنوات. سيتم انتخاب مجلس اداره جديد للاتحاد الفلسطيني لكره القدم في شهر 9 المقبل. فمن ثم هذا استحقاق. كمان في عندنا استحقاق اللي هو المنتخب الوطني شهر 11 اعتقد لتكمله التصفيات الاسيويه، يعني باقي للمنتخب الوطني 3 مباريات. نعم، كل هاي الامور بتاخر انطلاق الموسم وبتحط اعباء اضافيه على الانديه، لانه الانديه في حاله غموض، وهلا راح نحكي عن وضع الانديه هسه كيف نعم. طب يعني هذا كما ذكرت قبل قليل، كيف يؤثر على وضع الأندية، استقرارها، على لاعبيها أيضا، وبالإضافة لربما على مواصلتهم في هذا المشوار الرياضي؟ يعني بالتأكيد هذه المعادلة برمتها أدت إلى ربما خلق صورة ضبابية بالنسبة للأندية، لإدارات الأندية، للاعبين، لكل المتواجدين ضمن هذا الإطار الرياضي. نعم، هي حقيقة الأندية المستقرة إداريا هي أندية قليلة جدا، ممكن تنعد على أقل من أصابع اليد الواحدة. الأندية المستقرة إداريا في دوري المحترفين، يعني من خلال متابعتي ومن خلال اطلاعي على أوضاع الأندية كلها بقدر أقول لك إنه من ناديين لثلاث بتحركوا فقط في سوق الانتقالات، ممكن بلاط البطل، الأمعر الوصيف، شاب خليل باعتباره أثبت قاعدة جماهيرية وعنده رجال أعمال دائما داعمين، بيحاولوا يتحركوا في سوق الانتقالات أو بيحاولوا ينشطوا، وضعهم الإداري نوعا ما ثابت، باقي الأندية عندها صعوبة إدارية. قد تأتي هذه الظروف بفائدة لأندية معينة من أجل ترتيب الوضع الإداري أفضل عندها، من أجل إنه الموسم القادم راح يكون صعب، راح يكون صعب جدا 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 على كل نادي من ناحية مالية، من ناحية مالية رقم واحد، لأنه احنا شفنا الموسم المنتهي كان أول موسم في دوري المحترفين بدون رعاة، الاتحاد الفلسطيني لم يجلب أي راعي للدوري، وهي سابقة، الراعي كان دائما يوفر لكل نادي من 60 ل 65 ألف دولار خلال الموسم الكروي، زائد المنحة الرئاسية اللي توقفت بسبب الأوضاع والضائقة المالية للسلطة الفلسطينية، فبالتالي أصبحت الأندية لا بتاخذ المنحة الرئاسية ولا كمان في راعي للدوري اللي هي أهم يعني جهتين كانت تدعم الأندية، والأندية كانت تعتمد على أكثر من نصف ميزانية الموسم من خلال الجهتين. عشان هيك كل نادي يعني يجب أن يخطط بشكل دقيق جدا للموسم القادم، شو بده يعمل، تعاقداته، يخفض سقف عقوده، الرواتب، من أجل أنه يقدر يوفي بها ويوجد نوعا ما، يحاول ينوع من مصادر الدخل رغم صعوبة الوضع وصعوبة الأوضاع الاقتصادية وصعوبة وضع السوق والتجار ورجال الاعمال، لكن تحدي كبير جدا جدا لكل نادي، واولا في ثقافه الكرم اللي بيمثلنا وبيمثل
طول كرم في دوري المحترفين الموسم القادم ايضا تحدي كبير جدا جدا جدا. طب يعني استاذ محمد، في ظل معناها يعني هذه الظروف الصعبه، وفي ظل عدم وجود الدعم الكافي، وفي ظل ايضا يعني الاستعدادات البطيئه بصراحه التي تجري، ما المطلوب سواء كان من الانديه؟ هل عليها ان تواصل المشوار على الاقل مثلا فيما يتعلق والامور الفنيه والبدنيه وما الى ذلك، والحفاظ على اللاعبين وبقائهم، ام هل هنالك حلول وبدائل اخرى؟ نعم، في شقين، شق اداري وشق فني. الشق الاداري مطلوب يعني لكل نادي يرتب اوضاع الإدارية. في عندي كثير من ثقافي، يعني هيئة الإدارية منتهي فترة القانونية، والملف الآن على طاولة المجلس الأعلى للشباب والرياضة من أجل ترتيب أمور الانتخابات اللي أعتقد طولت كثير بسبب تأخر تسليم التقرير المالي والإداري من الهيئة الإدارية المنتهية. فبالتأكيد أنه برضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عليه أنه يسرع الخطوات مع الأندية المنتهي إداراتها من أجل إما إجراء الانتخابات بشكل قريب جداً إن كان ممكن، أو تشكيل لجنة لتسيير أعمال النادي ممكن شهرين أو ثلاث من أجل ترتيب للموسم الجديد لحين إجراء انتخابات. فكل نادي مطلوب منه أنه يفرز هيئة إدارية قوية من أجل التحدي اللي احنا نحكي فيه بالنسبة للموسم القادم، فني وإداري ومالي. يعني نحن نعم تفضل. الفني أخت وفاء طبعا في تحدي لكل نادي زي ثقافي أنه يحافظ على أبرز لاعبينه الموجودين عنده، هم من ابناء النادي، لانه في مغريات، في عروض من بعض الانديه. هذا الحكي كمان بيتطلب قوه اداريه وقوه ماليه، لكن على كل نادي انه يحاول يتمسك بابرز لاعبين، وقبل التدعيم بلاعبين جداد. يعني انت اهم شيء امسك لاعبينك اللي عندك المميزين اللي شايفهم ركائز اساسيه بالفريق، ثم بتفكر تدعم بالمراكز المطلوبه. حاليا بالنسبه للتدريبات، اي نادي لن يبدا يعني لن يخوض بدايه الاعداد للموسم القادم قبل ما الاتحاد الفلسطيني يعلن الاجنده، وين تم مواعيد انطلاق البطولات، وين تم موعد انطلاق دوري المحترفين في الموسم القادم. لما الاتحاد الفلسطيني ينزل اجندته وينشرها، الانديه راح تبلش بشكل رسمي تدريباتها. حاليا مطلوب من كل لاعب انه يتدرب بصوره فرديه من اجل الحفاظ على نفسه، على لياقته البدنيه، من اجل انه لما يبدا فتره الاعداد مع نادي ما يكون يعني خلينا نقول بوضع متدني جدا بدنيا، لا يكون بوضع مقبول بحيث انه المدرب يبدا معه بدايه جيده. اعتقد هيك يعني حاولنا نعطي الحمد لله صوره شامله ووافيه عن الوضع. ونامل ان شاء الله اي تكون الايام القادمه فيها الافضل والخير، وبالتاكيد العوده الى النشاط الرياضي. اشكرك جزيل الشكر محمد عراقي، الصحفي الرياضي في جريده الايام، شكرا جزيلا لك. ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم، والمزيد ما بين السؤال التفاعلي وما بين القضايا.